لأنه يقفل كثير من الناس على السنن المهجورة. يعني عندنا في الكويت مثلا في أيامنا نحن أنتم صغار شوي يعني في أيامنا نحن السترة كانت سنة مهجورة، قليل من يصلي إلى سترة، وكانوا ينكرون على من يصلي إلى سترة، وبعض الشيبان كان يجي يوخرها كذا، ليش تحطون هذه السترة؟ ما هي من الدين هذه، ينكرونها لأن سنة مهجورة كانت في ذلك الوقت إلا عند القليل.